وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. شكرا لكم. مقطع جديد، تحدي من تحديات الاسبوع الثامن. وقبل مقطع الشباب زعمون اشكر تصلوا عنا، بعدين زعمون خلاص ضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس، كمان لا تنسوا تستخدموا كود اتم شوف شيش الظاهر امامكم. وخلينا نبلش على طول، ومطلوب منك من هذا التحدي يا شباب، بحكي لك قياده سياره من خلال حقل الذره في مزرعة الصلبة. بعرفش هاي الكلمة الأخيرة تكون تجربتها صح أو لا، بس مهم من خلال حقل الذرة. كل عليك تنزل على هاي المنطقة هون، هي حقل الذرة والسيارة قريبات جدا، اللي هي هاي السيارة. هسا إذا ما لقيت سيارة زي رهاب بتروح بتجيب من مكان بعيد وترجع هون. إذا كانت تفضل معك فهي عندك محل بنزين هون، يعني بتقدر تعبيها بسرعة عشان تسوي هذا التحدي. يعني هو سهل جدا، ما بده شيء، خلينا نعبيها هسا بسرعة. يلا روح عم معبي بسرعة سريع. يلا كمان ما شاء الله سيارات الحلبة تهز عندهم، وانا لسه ما رقصتش يعني في اللعبة هي. والله انت جرب ارقص قدام سيارة بتصير ترقص انت، يعني روح اجرب فوت جيم ارقص بتصير سيارة بترقص عادي، يعني جرب انت اذا بتعرفش هاي المعلومة. المهم هسه هي حقل الذرة، كل عليك انك تفوت هيك فيه وانك تمرق من خلاله فقط لا غير. شفت مثلا هذا التحدي اسهل تحدي في التاريخ بس. وهي انزل هون زي ما حكيتلكم، حطيت لكم انا اول ما بلشت المقطع، وهي هون مبي عندي لاما، تعال خذوها اللي بيجي ياخذها ياخذها. تمام تمام، وهي كان عندنا مقطع اليوم يا شباب. لازم اعمل خلاص ضغط على زر الاشتراك، لايك، مقطع، فعل الجرس. خلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، ومع السلامه. بيس.